السلام وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الرياضة اليوم. عزز تشيلسي من صدارته لفرق الدوري الإنجليزي الممتاز بكرة القدم بدكي مرمى ضيفي نوريتش سيتي بسبعة أهداف دون مقابل. سباعية البلوز حملت توقيع كل من ماسون مانت ثلاثة أهداف هاتريك، وكالوم هوتسون أودوي وريس جيمس وبنيامين تشيلويل وماكس أرون بالخطأ في مرمى فريقه هدفا لكل منهم، علما أن نوريتش أكمل اللقاء بعشرة لاعبين اعتبارا من الدقيقة 65 بعد طرد مدافعه بين جيبسون، ليرفع تشيلسي رصيده ل 22 نقطة في الصدارة، فيما بقي نوريتش سيتي في قاع الترتيب برصيد نقطتين. وفي مباراة أخرى ارتقى مانشستر سيتي للمركز الثاني ولو مؤقتا بفوزه على برايتون بأربعة أهداف لهدف واحد. نعم مشاهدين، لمناقشة الجولة التاسعة من البريمير ليج ينضم إلي من تونس الكابتن محمد سالم محلل ومدرب كرة قدم، ومن مصر الناقد والمحلل الرياضي الكابتن محمد هشام. أهلا وسهلا بكما ضيفاي الكرام على شاشة قناة اليوم. لو أبدأ من عندك كابتن محمد، أول شيء مساء الخير كابتن محمد. مساء الخير كابتن سومر والتحية لك. طبعا العفو اثنين هاتكون اسمكم محمد، أنا كان المفروض أني أوضح. أول شيء نبلش من عند كابتن محمد سالم، مساء الخير كابتن محمد سالم نورنا. مساء الخير كابتن سومر، وتحية لك وتحية للأخ محمد هشام من مصر، وتحية لكافة متابعي قناة اليوم السوري. مساء الخير أيضا، منرحب بالظهور الأول للكابتن محمد هشام معنا. مساء الخير كابتن محمد ومنورنا بطلتك الحلوة. مساء النور أستاذ سومر، تحياتي ليك وتحياتي للكابتن محمد ولكل السادة المشاهدين. مساء الخير. نبلش من عندك كابتن محمد سالم، تشيلسي يعزز صدارته للبريمير ليج بفوزه الكاسح الحقيقة كابتن محمد على نادي نوريتش سيتي بسبعة أهداف دون مقابل. تشيلسي فعلا كابتن بقيادة توماس توخيل يبدع ويقنع ويمتع ويتصدر للبريمير ليج بسباعية في مرمى نوريتش. أكيد تشيلسي منذ الموسم الفارط تقريبا في رابطة الأبطال وأيضا حتى في الدوري الإنجليزي يعني يقنع ويبدع. تشيلسي تقريبا قوة ضاربة في الهجوم إضافة إلى انتداب لوكاكو. فريق تشيلسي من أفضل الفرق الموجودة حاليا ليس في أنجلترا في الحسم ولكن حتى في العالم، وأعتقد أن المنافسة يعني سوف تشتد بين هذا الثالوث لنقول مانشستر سيتي تشيلسي و ليفربول. تقريب هذا من أفضل الفرق الموجودة حاليا، وأعتقد أن تشيلسي السباعية التي سجلها والامتياز كان لمونت هذا الشاب الذي سجل ثلاثية كاملة وصنع هدف لجيمس تأكد أن تشيلسي مع المدرب الألماني توخيل عقد العزم على الذهاب بعيد هذا الموسم ولملا افتكاك لقب البريمير ليج من الحائز مانشستر سيتي. يعني كابتن محمد أنت استبعدت اليونايتد وتوتنهام من المنافسة؟ أكيد بكل تجرد وبكل تواضع أرى أن المنافسة سوف تنحصر فالهذا الثلاثي بين السيتي وبين ليفربول وبين تشيلسي، وأعرف أنك من أكبر عشاق الشيخ الحمر، ولكن هذه السنة مانشستر يونايتد إذا حاز المرتبة الرابعة سوف يكون إنجاز أعتقد. رغم وجود نجوم عديدين بصفوف اليونايتد ككريستيانو رونالدو وبوغبا. أكيد هناك العديد من النجوم ولكن المنافسة صعبة. مانشستر يونايتد يحتاج إلى استقرار. كنت شاهدت أخ سومر في رابطة الأبطال حتى عندما يفوز مانشستر يونايتد لا يقنع، يعني مانشستر يفوز بفضل استثناءات بفضل فرديات كريستيانو رونالدو ولكن ليس هناك استقرار الذي يبشر ويجعلني أتكهن بكون اليونايتد سوف يكون من المرشحين البارزين للعب الأدوار الأولى في البريمير ليج. طيب راح نتحدث عن يونايتد بالوقت المقبل، خليني انتقل لعند كابتن محمد هشام. كابتن محمد هشام، بدي رؤيتك بانتصار تشيلسي الكاسح على نوريتش سيتي بسبعة أهداف دون مقابل. والله هو انتصار كبير طبعا لفريق تشيلسي، وحتى لو كان قدام الفريق متزايل الترتيب في جدول البريمير ليج لكنه بيجيب تساؤلات
كانت عند بعض الجمهور انه رغم النتائج الكويسه اللي ماشي بيها في تشيلسي منذ بدايه الموسم، لكن كنا بنشوف حاله من الاهتزاز في الاداء في بعض الاحيان. بعض الجماهير كانت قلقه وبتسال هل ده بسبب الروتيشن او سياسه التدوير اللي بيعملها توماس توخيل استغلالا للاسماء الكتير الموجوده في قائمته. لكن النهارده الراجل بيقدم لنا عرض كوفوي يعني ممتاز، تنوع في الحلول الهجوميه كبير جدا. النهارده في غياب كمان الدبابه لوكاكو، الراجل بيلعب تقريبا بمهاجم وهمي عفوا بثلاثيه ماونت وهافرتس واودوي. النهارده بنشوف تشيلويل بيسجل، بنشوف اودوي بيسجل، بنشوف جيمس بيسجل اكتر، ماونت طبعا بيسجل هاتريك. يعني اللي اقصده انه تنوع حتى في مراكز اللاعبين اللي قاموا بالتسجيل. والحقيقه تشيلسي بياكد يوم بعد يوم ان هو هيبقى منافس قوي جدا على البريمير ليج السنه دي، ومرشح بقوه مع السيتي ومع ليفربول، مع الاخذ برضه في الحسبان انه ليفربول هيفقد لاعبي الافارقه في فتره كاس الامم الافريقيه، دي يمكن تاثر على مشوار المنافسه بين الثلاثي. لكن ككل عرض قوي جدا من توماس توخيل، عرض هجومي قوي، فريق دفاعيا صلب جدا، فمرشح طبعا فوق العاده السنه دي للفوز بالدوري الانجليزي. نعم، طيب توافق كابتن محمد سالم الراي بانه استبعد مانشستر يونايتد وتوتنهام من المنافسه؟ طبعا في الدوري الانجليزي في السنوات الاخيره وكمان بيفرض نفسه كاقوى دوري في العالم، فرق كبير في المستوى عن الدوريات الاخرى، دوري تنافسي انت بتتكلم فرق نقاط قليل جدا بين السته او السبع مراكز الاولانيين، فاكيد المنافسه على الورق موجوده. لكن بشكل عام واللي قدمه لنا كل فريق في الاسماء المتنافسه او الاسماء الكبيره في الدوري الانجليزي، يعني مانشستر يونايتد عنده مشاكل كتير جدا قد تعوقه عن المنافسة خلال الموسم. يعني توتنهام أيضا بعد بداية قوية مع نونو سانتو، لكن بعد العودة من التوقف الدولي مش الماضي اللي قبله، الفريق شهد عدد من الخسائر والنتائج السلبية يمكن هتأثر كتير على مشواره. لما هنيجي كمان نتكلم على مانشستر يونايتد قدام هنقول حاجات كتير بالنسبة لسولشاير، وهل هو أصلا الراجل المناسب للقائمة النارية الموجودة مع مانشستر يونايتد حاليا ولا لأ، وهل رحيله يبقى فرصة لمانشستر يونايتد لو قدروا يجيبوا مدرب يليق بالقائمة دي وقوتها ان هم يعودوا للمنافسة ويكملوا المنافسة في خلال الموسم؟ دي حاجات هتبان على مدار احداث الموسم. طيب. يعني طيب بالانتقال عندك ايضا كابتن محمد سالم، كابتن محمد ايضا مانشستر سيتي حقق انتصار عريض على برايتون باربعة اهداف لهدف ليرتقي للمركز الثاني ولو مؤقتا بفارق نقطتين عن تشيلسي. طبعا مانشستر سيتي حقق انتصار عريض على برايتون، وبرايتون ليس من الفرق السهلة في البريمير ليج باعتبار أنه الفريق بيحتل المركز الرابع ب 15 نقطة، وقدم مستويات مميزة ببداية البطولة وكاد حتى أن يتصدر البريمير ليج. أكيد برايتون هذه السنة من المفاجآت السارة، برايتون يحتل المرتبة الخامسة، برايتون لديه توازن في خط الهجوم وخط الدفاع، وحقيقة من أكثر الفرق التي أبدعتني هذه السنة في البريمير ليج، باعتبار أن السيولة المالية وباعتبار حتى أن خزينة النادي يعني لا تضاهي الفرق الكبرى، ولكن برايتون مع ذلك يعني يقدم أداء ممتاز. اليوم ضد السيتي بعد عثرة الجولة الأولى، أعتقد أن غارديولا تحت الضغط، غارديولا يريد أن يذهب بعيد، غارديولا لا يريد أن يخسر النقاط. نرى في الآونة الأخيرة ربما أعطى فرصة لفودان، فودان تألق اليوم بشكل لافت، أيضا محرز هذا الدولي الجزائري يتألق كل لقاء تقريبا، حافظ على الاستمرارية في التسجيل، وغارديولا قال أن محرز سوف يكون من العناصر المؤثرة ومن العناصر التي سوف يعتمد عليها بدرجة كبيرة هذا الموسم. إذا السيتي يدرك جيدا أهمية المنافسة، يدرك جيدا أن الخيارات سوف تكون محدودة، إذا تعثر في أي لقاء ربما ليفربول وتشيلسي سوف يقتنصون الفرصة وسوف يعمقون الفارق. إذا المنافسة هذه السنة سوف تكون على أجلها، وأعتقد أن السيتي مثل تشيلسي مثل ليفربول سوف يلعب الأدوار الأولى ليس في البريمير ليج حسب، ولكن حتى في رابطة الأوطان رابطة الأبطال، وهذا إن دل على شيء يدل أن الدوري الأنجليزي صحيح الدوري الإيطالي خطف الأضواء هذه السنة، ولكن يبقى الدوري الأنجليزي الدوري الأكثر متعة والأكثر إثارة. طيب كابتن محمد هشام، بتوافق كابتن محمد سالم الرأي أم لك رأي آخر؟
والله طبعا برايتون السنه دي مفاجاه ومفاجاه سعيده جدا. فريق فعلا فارق الامكانيات الكبير بينه وبين فرق المقدمه في انجلترا، ما كناش مستنيين منه كده. بل كمان في بعض الناس اللي كانت بتتوقع في بدايه الموسم انه برايتون ممكن يبقى من الفرق اللي هتبقى في يعني في اخر الترتيب او في اخر الجدول، لكن فاجئونا بمستوى مميز النهارده وهم بيلعبوا ضد السيتي. هم تركوا بعض المساحات في الناحيه الدفاعيه بالذات، كمان في الناحيه بتاعت جيرليش، يعني ما اعتقدش انه مسموح ليك اطلاقا انه لعيب بحجم جيرليش تسيب له المساحات دي. شفناه مؤثر جدا النهارده، فرق الامكانيات بان. ما اعتقدش برضه ان هم يعني هيفنشوا في التوب فور مثلا ويوصلوا دوري الابطال، لكن هم حاطين نفسهم في وضع كويس ان هم هيحاولوا يخطفوا مركز من المراكز المؤهله للبطولات الاوروبيه سواء اليوروبا ليج او دوري المؤتمر الاوروبي. واحنا عارفين قد ايه البطولات الاوروبيه بتبقى مهمه في حته المداخيل الماديه للنوادي، وبتفيدهم ان هم يقدروا بعد كده يكملوا في المنافسه في المواسم اللي جايه. طيب كابتن محمد سالم، ايضا خلينا شوي نرجع لمباراه يوم امس نادي ارسنال. الحقيقه استعاد او عاد لدرب الانتصارات بانتصاره المهم على استون فيلا بثلاثه اهداف لهدف. أكيد كابتن سومر، وحقيقة استمتعت بالأمس بأداء أرسنال. أرسنال تقريبا أورتيتا ربما توصل أخيرا إلى الحل، توصل إلى التشكيل المناسب. بالأمس تقريبا هناك لاعبي وسط ميدان أو لاعبي ارتكاز وهما الغاني بارتي والبلجيكي لاكونغا والثلاثي المتميز ساكا و سويتش وايضا لاجازيت، والمهاجم الوحيد هو اوباميانغ. بالنسبه لارسنال تقريب سيطره بالطول والعرض، ارسنال استغل كل المساحات، استغل خصوصا الاطراف عن طريق المتميز ساكا. ساكا حقيقه من افضل ما موجود. ايضا بارتي تميز بالامس وكان قد سجل هدف. اذا ارسنال يمكن بهذا التشكيل الجديد 4-2-3-1 اعتقد انه صار اخطر. أرسنال أصبح أكثر توازن، أيضا هناك صلابة دفاعية. صحيح أن الهجوم لا زال تنقصه النجاعة، ولكن أعتقد أنه بطول الوقت سوف يتوصل أورتيتا إلى إصلاح الوضع، وربما سوف يعود لاكازيت وأوباميانغ إلى مستواهم الذي تعودنا به. وأعتقد من الآن أن أرسنال سوف يضمن مقعد مؤهل في الأوروبا ليج، رغم أن الترتيب الحالي ربما مستبعد، ولكن أعتقد أرسنال سوف يعود بقوة نظرا للمباريات وأيضا للأداء الذي شاهدته خصوصا أمس أمام فريق محترم مثل أستون فيلا من الفرق المحترمة والتي يقرأ لها ألف حساب. طيب خلينا ننتقل للحديث عن مباريات يوم الغد. طبعا يوم الغد سيشهد قمة مباريات الجولة التاسعة، كلاسيكو انجلترا بين مانشستر يونايتد وليفربول. كابتن محمد هشام، قراءتك لحظوظ الفريقين بهذه القمة المرتقبة التي يسعى من خلالها نادي ليفربول لمواصلة درب الانتصارات، بالمقابل يسعى اليونايتد لتعويض يعني عثراته المتتالية بالجولات الفائتة بغض النظر عن انتصاره بالتشامبيونز ليج. نعم كابتن سومر، طبعا اولا هي ده ديربي تاريخي بين الفرقتين او اكتر فرقتين واخدين لقب الدوري الانجليزي في التاريخ. وطبعا احنا كلنا عارفين اللي خلينا نقول العداوه كرويا، يعني مش العداوه بشكل سيء لكن العداوه كرويا بين الفريقين وبين الجمهورين. كمان النهارده لو جينا نبص على بدايه الفرقتين في الموسم هنلاقي ان ليفربول بادئ الموسم بشكل مميز وقوي جدا، ماشي في الشامبيونز ليج بشكل كويس، ماشي في الدوري بشكل كويس جدا، بعكس اليونايتد اللي كان عامل ميركاتو قوي، انتدابات قويه، اسماء كتير في القايمه. الناس كانت كلها بتقول قبل الموسم هل سولشاير هيكون قادر على المنافسه بقى اخيرا بعد ما بقى معاه قايمه شبه متكامله يعني، لكن البدايه ما كانتش على مستوى الامال والطموحات بتاعه جماهير اليونايتد. الفريق بنشوفه بيتعثر كتير جدا، الفريق بنشوفه كريستيانو رونالدو بينقذه في مباراتين متتاليتين في تشامبيونز ليج. طيب بهي النقطه كابتن محمد هشام، كابتن محمد هشام بهي النقطه اعذرني على المقاطعه بس حبيت قاطعك بهالنقطه بهالجزئيه. كريستيانو رونالدو نجم من نجوم الكره العالميه، قد يساعدك بمباراه بمبارتين بثلاث مباريات، يجب ان يعني يتم وضع حد لهذه المشكله. مانشستر يونايتد الحقيقه في اخر ثلاث مباريات لم يحصد سوى نقطه واحده بتعادله مع ايفرتون، خسر من قبلها امام استون فيلا
وخسر خسارة عريضة أمام ليستر سيتي بالجولة الفائتة بأربعة أهداف لهدفين. أين تكمن المشكلة باليونايتد برأيك كابتن محمد هشام؟ المشكلة من رأيي أن سولشاير يمكن يكون أقل من القائمة والأسماء اللي موجودة معاه. في مشاكل تكتيكية كتير جدا واضحة في الملعب، وده يمكن زي ما كنت بقولك كابتن سومر، سمعنا من الصحف الإنجليزية أنه ماتش ليفربول قد يكون مصيري في تحديد مصير سولشاير في وجوده أو عدمه، وأنه رحيله وانتداب مدرب ممكن يبقى على مستوى أو أعلى ويقدر أنه يقود هذه القائمة العظيمة بالنجوم. بالتأكيد مش كل مرة كريستيانو رونالدو هينقذك. الفريق كمان عنده مشكلة كبيرة جدا على مستوى التحولات من الدفاع، من الهجوم إلى الدفاع، وده يعني بيبقى سبب في وجود مساحات كبيرة جدا، هتبقى مشكلة كبيرة بالنسبة له كمان بكرة قدام فريق عنده سرعات زي فريق ليفربول وسط التألق اللافت للنجم المصري محمد صلاح، سرعات مانيه، سرعات فيرمينو أو جوتا اللي هيبدأ اعتقد فيرمينو الاقرب لبدايه المباراه، ودي هتبقى الصداع الحقيقي في راس سولشاير من هنا لحد المباراه، ان هو ازاي يعالج ويضيق المساحات اللي موجوده ويعالج الاخطاء الدفاعيه اللي بنشوفها متكرره. مانشستر يونايتد سهل جدا التسجيل فيه، سهل ان انت توصل لجونه. اعتقد قدام فريق بقوه ليفربول الهجوميه هيبقى في مشكله كبيره جدا، وممكن جدا او يعني نقدر نقول انه كفه ليفربول هي الارجح، وانه سولشاير هو المشكله الاساسيه، وانه رحيله اصبح واجب وضروري لانقاذ الموسم واستغلال هذه القائمه القويه من طيب. الاسماء اللي موجوده مع اليونايتد يعني. طيب قبل ما انتقل لعند كابتن محمد سالم، توقعاتك للقاء كابتن محمد هشام؟ لا، كفه ليفربول ارجح. يمكن سولشاير اعتدنا ان هو كل مره مصيره بيرتبط بمباراه معينه في حتة الرحيل من عدمه، هو الراجل بيبدأ يراجع نفسه وبيقدم مباراة قوية. نضيف على ده كمان أجواء الديربي الحماسية اللي بتزود من الحوافز عند اللاعبين، لاعبين اليونايتد ولاعبين ليفربول، لذلك اللعيبة كشخصيات. كابتن محمد هشام، كابتن محمد هشام بس أعذرني على المقاطعة مشان نستغل الوقت المتبقي ونعطي المجال للكابتن محمد سالم، بدي نتيجة. لا، كفه ليفربول ارجح بكثير. كفه ليفربول ارجح. طيب كابتن محمد سالم، ايضا قراءتك للقاء كلاسيكو الكره الانجليزيه بين مانشستر يونايتد وليفربول، وايضا بدي منك توقع للنتيجه رغم صعوبه النتيجه الحقيقه. بالنسبه لمباراه الغد يعني سوف يكون اللقاء صعب اكيد، مع ان الكفه ربما ترجح الى ليفربول. ليفربول قوه هجوميه ضاربه، ليفربول لديه العديد من الهدافين، يعني حتى سايدو ماني هداف، صلاح هداف، فيرمينو هداف، جوتا هداف، وايضا نبي كايتا ايضا هداف في اللقاءات الاخيره عكس مانشستر يونايتد. الاشكال في مانشستر يونايتد هذه السنه ان الدفاع ضعيف، يعني تصور في 8 لقاءات دفاع مانشستر قبل 10 اهداف كامله، وهو رقم ربما لم يتعود به مانشستر يونايتد. مانشستر يونايتد لديه ربما معدل تهديفي محترم بقدوم رونالدو، ولكن الاشكال كبيره في الدفاع، تقريبا كل لقاء يقبل هدف. وأعود إلى ملاحظة الكابتن محمد هشام عندما قال يعني هناك بطء في تغطية المنطقة الدفاعية، لأني شاهدت الأربع أهداف ضد ليستر وأيضا الهدفين ضد أتلانتا، تقريبا معظم الأهداف قبلها من كرات مرتدة، لأن مانشستر لا يتحكم في الكرة، يضيعها ولكن لا يجد التغطية الكافية ويقبل الأهداف في بعض الأوقات الساذجة. إذا غدا أرى أن حظوظ ليفربول بصراحة سوف تكون أوفر، لأن لديها يعني مهاجمين أسرع، لديه تنويع، وأيضا إذا قارنا وسط ميدان مانشستر والدفاع أيضا ليفربول، أرى أن ربما هناك أكثر استقرار في الدفاع وسط ميدان ليفربول عكس مانشستر يونايتد. وأنت تعلم جيدا الفريق الذي يريد أن ينتصر عليه أولا أن يكون متماسكا دفاعيا ثم يكون ناجع هجوميا. طيب طبعا للتنويه فقط يعني ضيفاي الكرام وأعزائي المشاهدين، الموسم الفائت لم ينجح اليونايتد بالفوز على ليفربول في البريمير ليج، تعادلا ذهابا في الأنفيلد رود من دون أهداف، وفاز اليونايتد بالأولد ترافورد بأربعة أهداف لهدفين. طيب كابتن محمد هشام، أيضا يوم الغد سيشهد لقاء ديربي لندني بين ويستهام وتوتنهام بمباراة يسعى من خلالها الفريقان لتحقيق الفوز، أيضا كيف بتشوف حظوظ الفريقين بهذا اللقاء كابتن محمد هشام؟ الحقيقة فريق توتنهام كان زي ما كنا بنقول من شوية، كان بادئ بداية كويسة جدا مع نونو سانتو، لكن فجأة ذهب اللاعبين لمنتخباتهم، ثم العودة بعد التوقف الدولي، عدوا بسلسلة من الهزائم
يمكن هزت استقرار الفرقه وهزت الثقه اللي كانت موجوده عند اللاعبين والجماهير في الفتره دي. الفريق مؤخرا نجح ان هو يبدا يعود لسكه الانتصارات تاني. نونو سانتو اعتقد عنده رهان ومشكله كبيره وهي اعاده هاري كين نجم الفريق وهدافه للتسجيل مره ثانيه. الراجل يمكن من بدايه الموسم بعد عودته وقصه ربطه بالانتقال لمانشستر سيتي وفشل الموضوع ده، حاسين انه مش هو هاري كين، مش هو اللي احنا منتظرينه. اعتقد ده هيبقى رهان عند نونو سانتو ان هو يرجعه تاني، لان هو قوه هجوميه ضاربه. بالتاكيد الفريقين محتاجين الفوز، الفريقين قريبين جدا في جدول الترتيب، محتاجين ان هم يبداوا، يعني كل فريق محتاج الثلاث نقط عشان يبدا يطلع مراكز لقدام في الجدول. توتنهام مازال مش بعيد عن المنافسه رغم الخسائر اللي حصلت، لكنه مازال قريب من المقدمه ومازال في المراكز المؤهله اوروبيا زي ما قلنا. ويست هام فريق يعني زي ما بنقول بيلعب الكره الانجليزيه شويه عاده، لكن فريق طبعا شرس وقوي جدا، اتوقع مباراه فيها نديه كبيره، ممكن نشوف المباراه تطلع بنتيجه التعادل كمان من وجهه نظري. طيب كابتن، خسارة توتنهام الماضية بدوري المؤتمر الأوروبي خسارة مفاجئة أمام نادي فيتس أرنهايم الهولندي، هل ستؤثر على الفريق بمباراة الغد؟ ما اعتقدش ان هي هتأثر على الفريق، يعني لان اولا المستوى الاحترافي اللي بتلعب فيه الفرق دي هم بيعرفوا يوصلوا كويس جدا بين البطولات وبين البطولات الأوروبية القارية وبين البطولة المحلية. اعتقد لا، يعني مش هتأثر، بالعكس ان هي ممكن تبقى دافع للفريق لمصالحة جماهيره والعودة لسكة الانتصارات مرة تانية. طيب كابتن محمد سالم، بدي قراءتك للقاء الديربي اللندني بين ويست هام وتوتنهام. اكيد يعني هو الديربي سوف يكون مميز، الديربي بين فريقين يمكن ان نقول متقاربين حتى في الاداء وفي الترتيب، ولكن سوف اختصر، أرى أن ويست هام متكامل جماعيا، ولكن قوة توتنهام في هاري كين. إذا عاد هاري كين إلى مستواه الحقيقي وعاد إلى مستواه التهديفي، أعتقد أن كفة توتنهام سوف تكون مرجحة، ولكن إذا تواصل غياب هاري كين وابتعاده عن الشباك، فأني أعتقد أن الكفة سوف ترجح إلى ويست هام، الذي أرى أنه جماعيا تقريب هذا الموسم أفضل من توتنهام، مع أن توتنهام كما قلت يمكن ببعض الفرديات وخصوصا من هاري كين ان يحدث الفارق. نعم، طيب الاوراق اللي ممكن انه يعني يستخدم يعني يزج بها ويست هام باللقاء للعوده بنا او لكسب نتيجه ايجابيه امام توتنهام، بقصد انه ويست هام هل يملك لاعبين قادرين فعلا على هزيمه توتنهام بهذا اللقاء؟ أكيد، يعني ويست هام قلت الخطوط متماسكة، يعني حتى اللاعبين يعني ليس لديه نجوم، ولكن هم لاعبين متكاملين، يعني لاعبين مضبطين فوق الميدان، وهذا ما يرجح يعني كفة ويست هام، وربما هو قادر حتى على العودة بنقاط الفوز من توتنهام، عكس توتنهام يعني ربما كان مع بوكيتينو ذلك الفريق القوي، ولكن بعد مع مورينيو وحتى مع نونو سانتوس ربما هناك عدم استقرار، ولكن كما قال صديقي محمد هشام ربما هاري كين لديه مفاتيح الفوز، إذا عاد هاري كين إلى مستواه فإن توتنهام ربما قادر على الفوز، ولكن إذا لم يشاهد نفس الشيء يعني هاري كين الذي لحى تقريب مستواه باهت من هذا الموسم، لذلك يعني لم نرى ذلك المستوى التهديفي الكبير، ولم نرى تلك الأرقام التي عرضها يعني السيتي وغيره من أجل شراء هذا اللاعب بعد الأورو. نعم فعلا، يعني منافسة مثيرة بالدوري الإنجليزي الممتاز بين الفرق المتنافسة بوصول البطولة لجولتها الرابعة. كنت سعيد جدا بتواجدكم معي ضيفاي الكريمان كابتن محمد سالم بالإضافة للكابتن محمد هشام. إلى هنا نأتي لختام حلقتنا لهذه الليلة مشاهدينا، وفي النهاية أشكر ضيفاي الكريمان، كان معي من تونس الكابتن محمد سالم محلل ومدرب كرة قدم، ومن العاصمة المصرية القاهرة الكابتن محمد هشام الناقد والمحلل الرياضي. شكرا جزيلا لكم، والشكر الأكبر موصول لكم مشاهدينا، دمتم بخير وإلى اللقاء.